بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا للرشد والهدى والسداد والإخلاص، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه موصلة لنا إلى مرضاته. أيها الإخوة في الله، هذا هو المجلس الرابع من مجالس حوار هادئ مع إخواننا وزملائنا أصحاب شيخنا يحيى بن علي الحجوري، وفقنا الله وإياه وإياهم إلى كل خير. ولا نزال أيها الإخوة مع استدلالهم بقاعدة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وبيان أن تنزيلها في هذا الموضع لا يصح، بل هو خطأ في الفهم من جهة وتناقض من جهة أخرى. وقد ذكرنا في المجالس السابقة 6 أوجه في بيان ذلك، وبقي معنا وجه سيطول الكلام فيه ووجهان نذكرهما إن شاء الله في آخر هذا المجلس. فأقول مستعينا بالله، الوجه السابع: دعونا ننظر أين الطعون الأكثر في أهل الأثر، أهي من جهة الشيخ يحيى وأصحابه في المشايخ أم العكس، من أجل أن تتبين لنا القضية. ولكن قبل ذلك أذكر أمرا مهما جدا، هذا الأمر هو منزلة مشايخ أهل السنة في اليمن عند أهل السنة من قبل، لأن كثيرا ممن مع الشيخ يحيى حديث عهد بالاستقامة وطلب العلم، فلا يعرفون عن مشايخ أهل السنة إلا أنهم أناس جهال معاندون لا يصلحون لشيء ولا يعرفون الفتن ونحو ذلك مما عبئوا به، وكنا نعبأ به أيضا في هذه الفتنة. بل لم يعد الأمر مقتصرا على من كان حديث عهد باستقامة ودعوة، بل إن التشويه لكثرته وتكراره والتركيز عليه أثر على أناس كانوا يعرفون المشايخ من قبل، كانوا يعرفون دعوتهم ومنزلتهم وخيرهم وغير ذلك، لكن لكثرة الكلام المضاد لهذا صار كثير منا ربما يتأثر بمثل هذا الكلام، والله المستعان. ولن أذكر هنا ثناء أشخاص غير مرضيين عندكم على المشايخ، ما سأذكر إلا ثناء 3 من كبار من ترضونه، وهم الشيخ مقبل رحمه الله، والشيخ يحيى وفقه الله، والشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله. أما الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله فألف رسالة كاملة في الرد على من زعم خلو اليمن من العلماء، والرسالة مطبوعة وموجودة عندي، وبين فيها أن هؤلاء المشايخ مشايخ أهل السنة في اليمن علماء، ورد على من يحتقرهم كأبي الحسن وغيره، وذكر كلاما لأهل العلم فيه الاستدلال الشرعي على كون هؤلاء علماء، أعني كيف يكون الشخص عالما ومتى يقال للرجل شيخ ونحو ذلك. فارجعوا إلى هذه الرسالة، فهي رد عليكم يا من تحتقرون المشايخ وتجاهلونهم. وأما الشيخ مقبل رحمه الله فثناؤه على المشايخ حفظهم الله ورحم أمواتهم كثير، ولن أقرأه اختصارا للوقت، لكن أهم كلام له مما نحتاجه الآن هو أنه ذكرهم في الوصية التي هي آخر حاله معهم،
فقد أمر بالرجوع إليهم عند النوازل، ونص كلامه: وإذا نزلت بهم نازلة، أي بأهل السنة، وإذا نزلت بهم نازلة اجتمع لها أهل الحل، اجتمع أولو الحل والعقد، ثم سمى المشايخ. والوصية أيها الإخوة فيها رد على بعض ما يثار حول المشايخ من قبل أصحاب الشيخ يحيى، وذلك أن مما يثار من قبل بعض من كان ربما وقت الفتن السابقة لا يزال يلعب في الشوارع ببنطاله، يقولون ليسوا أهلا للرجوع إليهم عند الفتن، وإنما هم للوعظ ونحو ذلك، وهم متخبطون من قبل في الفتن. وربما استدلوا ببعض كلام للشيخ مقبل رحمه الله حصل في موقف من المواقف من باب تربية الشيخ لتلاميذه، فيقال لهم: بالله عليكم، لو كان الشيخ مقبل غير راض عن هؤلاء المشايخ وأنهم كما تدندنون أتعبوه وكانوا يقفون ضده في بعض الفتن ونحن ذلك، أفيرضى الشيخ مقبل رحمه الله أن يوصي بهم؟ أيعتبر من النصح للإسلام والمسلمين ولأهل السنة أن يدلهم على أناس يعرف أنهم متخبطون عند الفتن؟ هل هذا سيكون من النصح للناس؟ هل يعني تظنون هذا الظن بالشيخ مقبل رحمه الله؟ وإذا قال قائل إن ثناء الشيخ مقبل في بعض المواقف على هؤلاء المشايخ كان من باب التشجيع، فنقول له: هل سيشجعهم في مثل هذا الموطن الذي هو على باب الآخرة فيه، كان مستقبلا للآخرة، فسيترك أهل السنة لقمة سائغة لأناس غشاشين أو مفتونين في الفتن أو لا يعرفونها أو نحو ذلك؟ هل هذا من حسن الظن بالشيخ رحمه الله تعالى؟ فإذن الوصية تعتبر دامغة لهؤلاء. ليس معنى ذلك أن الشيخ مقبلا معصوم أو أن المشايخ معصومون من أن ينحرفوا أو يفتنوا أو نحو ذلك، لا نريد هذا، لكن لماذا تدندنون أن الشيخ مقبلا كان يتكلم فيهم وأن الشيخ مقبلا كم قد أتعبوه ونحو ذلك؟ لو كان فعلا غير راض عنهم لما أوصى بهم عند موته، فماذا أنتم قائلون؟ وأما الثالث فهو الشيخ يحيى وفقه الله وألهمه الله رشده، ومدحه للمشايخ وثناؤه عليهم كثير، وأشهره ما في كتابه الطبقات. وسأقرأ كلام الشيخ في الطبقات، وأعتذر للإخوة أني أحدر في بعض الكلام استغلالا للوقت ولأجل ألا يطول المجلس كثيرا. الشيخ وفقه الله كتب كتابا سماه الطبقات لما حصل بعد موت شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في الدعوة السلفية باليمن من الحالات، وقسم الناس إلى طبقات، وذكر الطبقة الأولى، وفي بدايتها قال: رؤوس الطبقة الأولى كبار مشايخ الدعوة السلفية في اليمن. انظر إلى هذا التعبير: كبار مشايخ الدعوة السلفية في اليمن. وبعض الجهلة الآن يعني لما قلنا نرجع إلى الكبار قال يقول الكبار وهو يقصد صغاره، وهو يقصد صغاره يعني أصحاب الإبانة، فجعل المشايخ من الصغار. والشيخ يحيى وفقه الله يقول كبار مشايخ الدعوة السلفية في اليمن، قال: وعلماؤها، فوصف هؤلاء الذين سيأتي ذكرهم وهم سبعة، وصفهم بأنهم علماء. في هذا أيضا رد على من يقولهم مجرد وعاظ أو نحو ذلك. ثم قال: الذين تدور عليهم الفتوى في البلاد. إذن فالفتوى تدور على هؤلاء، ومعنى ذلك أن الشيخ وفقه الله ينصحنا بأن نرجع إلى هؤلاء في الفتوى، ينصحنا بأن نرجع إلى هؤلاء في الفتوى.
وهو ما ذكرهم هنا إلا لأنه يرى أنهم أهل للفتوى والفتوى تدور عليهم. قال نذكرهم مرتبين على حروف المعجم. الأول الشيخ الفاضل أبو منير عبد الله بن عثمان القيسي الذماري، واعظ بليغ مؤثر جدا، كأن الله هيأه لهذا، وقد نفع الله بوعظه المسلمين وأيقظ به غافلين، لأنه يعتمد في وعظه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، له دروس ودعوة نافعة في بلده. الثاني الشيخ الفاضل أبو عبد الله عبد الرحمن بن عمر بن مرعي بن بريك العدني، ذو عقل راجح، سيأتي أن الشيخ كرر هذا في موضع آخر، ذو عقل راجح آتاه الله من العلم خيرا كثيرا مع تواضع وأدب جم، انظر إلى هذا الكلام، آتاه الله من العلم خيرا كثيرا مع تواضع وأدب جم وثبات على السنة، له في الفقه دروس مفيدة، شرح على درار الشوكاني نشر بعضه. الثالث الشيخ الفاضل أبو ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي، داع إلى الله محنك مقدام، خطيب مفوه ومدرس مفيد، وهذا رد على من يتفوه هذه الأيام بكلمات الخلاف مثل هذا، وهذا الشيخ يقول قبل، ولا يزال الشيخ عبد العزيز مستمرا على ما هو عليه من التدريس إلى يومنا هذا، ومؤلف له مركز سنة مبارك، وضع خطا تحت قول مبارك، فالشيخ يحيى وفقه الله يشهد بأن مركز الشيخ عبد العزيز مبارك، وفي هذا رد على من يقول بأنه لا بركة فيه، في مفرق حبيش، وله تآلف مطبوعة منها رسالة بداية الانحراف وغيرها، وهو من شعراء الدعوة. الرابع الشيخ الفاضل أبو عبد الحميد محمد بن صالح الصوملي، إمام وخطيب جامع الخير ببير عبيد، داع إلى الله بصير، داع إلى الله بصير، ومدرس مفيد، أمثاله قليل في الكرم ومحبة الدعوة والقيام بأعبائها في صنعاء، مركزه يعتبر معقل أهل السنة الأصل بصنعاء، وقد نفع الله به نفعا عظيما. الخامس الشيخ الفاضل ذو الهمة العالية أبو نصر محمد بن عبد الله الريمي، الملقب بالإمام، أحد أبطال السنة، أحد أبطال السنة، حسن الكتابة، بليغ الخطابة، واعظ مبدع، وإذا قرأ القرآن لا تكاد تشبع من قراءته، له مركز علمي مبارك بمعبر، تخرج على يديه أعداد الواعظين وحفاظ القرآن، وله تآلف مطبوعة منها تنوير الظلمات في مفاسد الانتخابات والمؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة والبيان لما عليه جامعة الإيمان. السادس الشيخ الجليل الثبت الزاهد الصبور والعالم الوقور، والعالم انظر العالم، تنبه لهذه الكلمات، والعالم الوقور أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، من رؤوس حماة عرين السنة بلا مدافعة، منحه الله السكينة ومحبة السنة وأهلها، مواعظه أغلى من الدرر، له تآلف مطبوعة من أروعها وأنفعها القول المفيد في أدلة التوحيد، شوف من أروعها وأنفعها القول المفيد، ثم الآن أصحاب الشيخ يحيى يطعنون في هذا الكتاب، ثم رسالة الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد، ورسالة حكم رضاء الكبير، وأخرى بعنوان القول الصواب في حكم المحراب، ورسالة الجوهر في عدد درجات المنبر، ورسالة تحفة الأريب في اتخاذ الأثر الخطيب، له مركز علمي مبارك بالحديدة يقيم فيه دروسا نافعة. ثم ذكر الشيخ يحيى نفسه فقال يحيى بن علي من حجوري أبو عبد الرحمن يدرس إخوانه في دار الحديث بدماج نيابة عن الشيخ في حياته وبعد موته رحمه الله. هذا كلام الشيخ يحيى وفقه الله في الطبقات. وقد يقول قائل لكن هو أثنى عليهم وقت استقامتهم، أما وقد انحرفوا كما يقولون انحرفوا فلا بأس أن يذمهم بعد ذلك، والجواب أن الحكم بالانحراف هذا يحتاج إلى أدلة وبراهين،
ولا يوجد من أهل العلم من يوافق الشيخ يحيى كما تقدم معنا على مثل ذلك، وكما يكرره دائما الشيخ عبد العزيز. وعلى كل حال، العجيب أن الطعن الآن في المشايخ ليس في قضية فقط البقاء على السنة أو الانحراف عنها، بل أيضا في مسألة العلم، الطعن فيهم في مسألة العلم وأنهم ليس عندهم علم كما سيأتي شيء من هذا. فهل نقول في هذا إلا أنه تناقض؟ والله المستعان. ثم اعلم أيها الموفق أن جماعة من مشايخ اليمن، هؤلاء هم من مشايخ الشيخ يحيى، وتنبه لهذه، جماعة من مشايخ اليمن هم من مشايخ الشيخ يحيى وفق الله الجميع. ومن هؤلاء الشيخ عبد المصور العرومي رحمه الله، فهو من مشايخ الشيخ يحيى، وقد ذكر هذا الشيخ يحيى في أكثر من موطن. ومنهم الشيخ نعمان الوتر وفقه الله، فقد درس الشيخ يحيى عنده بعض كتب العقيدة كالواسطية. ومنهم الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، فهو من مشايخ الشيخ يحيى، وقد سمعت أحد المشايخ الذين هم الآن مع الشيخ يحيى يذكر هذا ويقول: كنت أنا والشيخ يحيى نحضر عند الشيخ عبد الرحمن، بل كثير من القدماء يعرفون ذلك. ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله، وقد ذكر هذا الشيخ يحيى نفسه في أكثر من موطن. وفي مقطع صوتي منشور موجود قال الشيخ يحيى في سياق ثنائه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودفاعه عنه، وتأملوا معي هذا الكلام: شيخنا يقول، يقصد الشيخ مقبلا، هذا الشيخ يحيى يقول: شيخنا يقول يصلح مفتيا للجمهورية ترون، يعني أن الشيخ محمدا يصلح مفتيا للجمهورية. قال الشيخ يحيى: هكذا يقول في الشيخ محمد، وقد أثنى عليه في القول المفيد بسبع خصال: أثنى عليه بالزهد، وأثنى عليه بالصبر، وأثنى عليه أيضا بالسنة والصلابة فيها، وأثنى عليه ماذا بالحديث، أثنى عليه. ثم يقول الشيخ يحيى: هل واحد منكم زكاه شيخنا بهذه التزاكي؟ ولا واحد زكاه ذلك الإمام بمثل هذه التزاكي، فهو أعرف بتلاميذه منكم. هكذا يقول الشيخ، أن الشيخ مقبلا أعلم بتلاميذه منكم. وأنا أقول هذا الكلام الآن لأصحاب الشيخ يحيى: الشيخ مقبل أعرف بتلاميذه منكم. يا من تتهمون المشايخ بالجهل والتخبط ونحو ذلك، الشيخ مقبل أعلم بتلاميذه منكم. قال: فهو أعرف بتلاميذه منكم، وما قال فيه إلا ما علمه، يعني ماذا؟ من الصدق والإخلاص، ونحن نحسبه كذلك. ثم قال الشيخ يحيى: قارنوا بين ما أنتم فيه من الاستفادة والخير وبين ما هو فيه من الاستفادة والصلابة والخير. أنتم تجرفكم الرياح حيث صارت، وتسير بكم ماذا؟ وتدورون مع الزجاجة حيث دارت، والشيخ محمد جبل ثابت، والشيخ محمد جبل ثابت، كلما جاءت فتنة يتصدى لها بالدليل، كلما جاءت، انظر، كلما جاءت فتنة. وهؤلاء الآن يقولون هم متخبطون في الفتن من قبل، قال: كلما جاءت فتنة من جمعيات أو حزبيات، قال: لا، كتاب سنة، ما نريد غير منهج السلف. وبهذا كان على خير والحمد لله رب العالمين. فأنا أنصح أهل تهامة، لا يزال الكلام للشيخ يحيى، فأنا أنصح أهل تهامة، أنصحهم أن يلتفوا حول الشيخ محمد، يصبروا يصبروا ويتتلمذوا عند الشيخ محمد حفظه الله. نعم أنصحهم، فإنه ناصح عالم، انظر، عالم، نعم، تقي نقي زكي، انتهى كلامه. وقال الشيخ يحيى أيضا في مقطع صوتي آخر: اسألوا يا أيها الجهال، اسألوا، اسألوا أهل الذكر، اسألوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب السني السلفي الجبل، الجبل، انظر هذا كلام الشيخ يحيى. قال: اسألوه، لا تترفعوا عن العلماء، أنتم من طلابه، تعرفون، من طلابه، أنا وأنتم من طلابه. هذا اعتراف الشيخ يحيى، يقول: أنا وأنتم من طلابه، من طلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، اسألوا الشيخ محمد، لماذا أنتم تتكبرون على شيخكم؟ تتكبرون غير واضحة في الشريط، إما قد تتكبرون أو تتبطرون.
وقال الشيخ يحيى أيضا في زيارة للشيخ محمد رحمه الله إلى دماج فقدم له الشيخ يحيى بمقطع موجود صوتيا قال: أما بعد، وفد علينا في هذه الليلة المباركة ضيف عزيز كريم ووالد مبارك له منة على طلاب العلم وعلى مشايخ السنة. إذن منة الشيخ محمد ليست فقط على طلاب العلم بل على مشايخ السنة تدريسا وتوجيها وتعليما ونصحا ودعوة وتمسكا وثباتا على الحق. ذلك الشيخ الجليل الذي شاب رأسه ولحيته وهو يخوض غمار الدعوة السلفية. انظر، يقول الشيخ شاب رأسه ولحيته، ثم الآن بعض الناس يقولون: ما نعرف نحن لا شايب ولا غير شايب، ليست العبرة بلحية ولا بغير لحية ولا بأبيض لحية ولا بأسود لحية. الشيخ يحيى وفقه الله يثني على الشيخ محمد فيقول: ذلك الشيخ الجليل الذي شاب رأسه ولحيته وهو يخوض غمار الدعوة السلفية كما تقدم ذكره على خير وثبات من لدن المعهد الآن وبين يدي شيخنا رحمة الله عليه، وهو طالب ومدرس إلى آخر ما له من الفضائل مع الأدب الجم ومع كذلك أيضا التواضع الكثير الخضم الذي منحه الله إياه. وهذه والله إنها من أسباب الرفعة للعبد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع التواضع لله سبحانه ولأهل العلم والمحبة كذلك لطلابه والنصح لهم. أعني بهذا الوالد المبارك الذي أنا أحد من له منة علي في التدريس في شرح الطحاوية وفي الرسالة للشافعي وفي الدرار المضية وفي شيء من الفرائض وما إلى ذلك مما لا أستطيع شكره على ذلك، إلا أنني أدعو الله أسأل الله أن يعينني أن أبقى داعيا له كما وفقني الله، وأسأل الله الثبات على ذلك، أن بقيت داعيا للشيخ الجليل المبارك العلامة النحرير مقبل بن الهادي الوادع رحمة الله عليه. قال: وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله ورعاه، يعني أرجو أن يجعلني الله أبقى داعيا له كما دعوت للشيخ المقبل. قال: وأهلا وسهلا به وبمن معه من أفاضل طلاب العلم الصادقين الناصحين الثابتين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا تعصف بهم الرياح حيث دارت ولا تدركهم حيث دارت. انتهى كلامه وفقه الله. وهكذا أيضا رد الشيخ يحيى على البكري في احتقاره للمشايخ، وبين له أن الشيخ مقبلا كان يزكيهم وأنهم علماء. قال: نعم علماء. الشيخ يحيى يقول: علماء. ثم يقول له: والشيخ أعرف بطلابه، يقول لصالح البكري. وقال الشيخ يحيى أيضا في مقطع صوتي عن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال: وأخونا الشيخ عبد الرحمن رعاه الله ذو القدم الراسخ وذو العقل الراجح وذو العلم المتين. تنبه لهذه الصفات العظيمة: ذو القدم الراسخ وذو العقل الراجح وذو العلم المتين. إلى أن قال الشيخ يحيى وفقه الله: إخواني في الله، إن دعوة يقوم فيها مثل الشيخ عبد الرحمن وأمثاله يرجى والله خيرها ويرجى نفعها ويرجى فتحها. إلى أن قال: وقد كان شيخنا يحيل عليه في المسائل والمعضلات. يقول: وقد كان شيخنا، أي الشيخ مقبل، يحيل عليه، أي على الشيخ عبد الرحمن، في المسائل والمعضلات. الله المستعان. هذا شيء من ثناء الشيخ يحيى على المشايخ. لكي تعرفوا أيها الإخوة مكانة المشايخ هؤلاء قبل مجيء هذه الفتنة، هذا وأحب أن أقول لإخواننا أصحاب الشيخ يحيى الآن: يؤسفنا أن النتيجة التي توصلتم إليها هذه السنين حول مشايخ أهل السنة هي النتيجة التي كان توصل إليها أبو الحسن وصالح البكري، ولكنهم سبقوكم فقط، هم سبقوكم بهذا وأنتم تأخرتم، بل هم كانوا يقولون ليسوا علماء لكن لا ينكرون أنهم طلبة علم وعندهم استفادة ونحو ذلك. أما كثير ممن مع الشيخ يحيى الآن فيقول: هؤلاء حتى ليسوا بطلبة علم مستفيدين، وتجد من التحقير ما الله به عليم. هناك مقطع صوتي لأبي بلال الحضرمي هدانا الله إياه ملأه بالتحقير للشيخ عبد العزيز البرائي.
وكنا والله ممن تأثر بهذا ونستغفر الله ونتوب إليه. وقد حصل مني في الملزمة التي كتبتها على الشيخ عبد العزيز شيء من التحقير للشيخ وللمشايخ. وبعد هذا أقول أيها الإخوة، لقد جاءت هذه الفتنة والمشايخ جميعا يعتبرون من أهل الأثر في اليمن وخارج اليمن. فمشايخ أهل السنة كثير، ومنهم الشيخ يحيى والشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الإمام والشيخ البراعي والشيخ الصوملي والشيخ السالمي والشيخ الزماري والشيخ عبد المصور العرومي والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري والشيخ أحمد بازمون. جاءت هذه الفتنة وكل هؤلاء يعتبرون عندنا من أهل الأثر، ثم جعلتهم هذه الفتنة طرفين، طرفا فيه الشيخ يحيى وطرفا فيه بقية هؤلاء المشايخ جميعا الذين سميتهم. فيا ليت شعري كيف صار جرح هؤلاء المشايخ للشيخ يحيى ومن معه طعنا في أهل الأثر، صاروا به مبتدعة كلهم، ولم يكن كلام الشيخ يحيى وأصحابه في كل هؤلاء المشايخ ومن معهم طعنا في أهل الأثر. من الذي سيوافقكم على هذا أيها الإخوة؟ نعم راجعوا أنفسكم والله، مع أن الطعون في هؤلاء المشايخ أعظم كما وكيفا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وإني لأعجب ولا ينقضي عجبي ممن يحاول أن يغطي الشمس بيده فيقول طعون من في جهة المشايخ أعظم وأشد من طعون من في جهة الشيخ يحيى، وهذا أمر لو عرضه على أصحابه الذين هم مع الشيخ يحيى لما وافقه عليه، فضلا عن أن يوافقه عليه غيرهم من أهل السنة وعوام الناس. ولكي تتبين لك الحقيقة أيها الأخ المبارك أقول الطعون الموجهة من إحدى الجهتين إلى الأخرى نوعان في الجملة، وأرجو أن تكون منتبها معي، هي نوعان في الجملة. نوع صادر ممن دون المشايخ من الطرفين، ونوع صادر من المشايخ بعضهم في بعض، أعني الشيخ يحيى في جهة وهؤلاء المشايخ في جهة أخرى. فالنوع الأول وهو الصادر ممن دون كبار المشايخ من الطرفين، أعني الصادر من أصحاب الشيخ يحيى في المشايخ ومن أصحاب المشايخ في الشيخ يحيى. لننظر كيف كان موقف الكبار في الطرفين من هذه الطعون، ولنبدأ بموقف المشايخ. مشايخ أهل السنة لما بدأت هذه الفتنة وبدأ تراشق التهم والكلام من الجهتين كل منهما في الأخرى، بذلوا جهدهم في إيقاف الكلام في الشيخ يحيى، وفعلوا لذلك عدة أمور، منها أنهم جعلوا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كتب عام 29 بيانا وفيه فإني أبرأ إلى الله من كل إثارة وطعن ضد مركز دماج وضد الشيخ يحيى الحجوري، ومن فعل شيئا من ذلك فإنما يمثل نفسه ولا يمثلني. قد يقول قائل لكنه كان يجالسهم كما يقول أصحابنا، أنا أقول الآن انتبه لغرضي، غرضي أن أبين لك أن المشايخ طلبوا منه التبرؤ ممن يفعل ذلك، ومنها أنهم طلبوا من الشيخ ربيع أن يطلب من أصحاب شبكة الوحيين توقيفها، وفعلا وقفت، ومنها أنهم كتبوا بيانا، سبع مشايخ وقعوا عليه، كتبوا بيانا فيه منع طلبة العلم من الرد على الشيخ يحيى وأصحابه والدفاع عنهم بعد كلام الشيخ يحيى فيه، فكتبوا بيانا وقعوا عليه فيه أنهم يمنعون طلبة العلم من التدخل ومن الكتابة، وأن من كتب في ذلك شيئا فإنما يمثل نفسه، بل إن هناك غير المشايخ هؤلاء الذين يعتبرون عندهم أطرافا في الفتنة ممن كتب في هذه القضية من ينكر ذلك. فهذا الشيخ أبو العباس الشحري وفقه الله ذكر في رسالته كشف أصول الشبه انزعاج الشيخ يحيى ممن يطعن فيه، ثم قال
ويحق لك ذلك، وأنا والله ممن انزعج من الكلام فيك والطعن فيك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ونحو ذلك من الكلام الذي ذكره هناك لم أذكره الآن بنصه تراجع فيه الرسالة. وهكذا كثير ممن مع المشايخ من المنصفين لم يكونوا يرضون ولا يرضون بالتجاوزات التي ضد الشيخ يحيى وأصحابه. وأما محاولة بعضهم إيهام أصحابه أن من مع المشايخ يرضون بالمجاوزات على الشيخ يحيى فهذا من المغالطة، كقوله: أين أنتم ممن يقول عن الشيخ يحيى مرتد أو أنه حصلت له الردة أو يتهم بالردة؟ نقول: المشايخ لا يرضون بهذا، قد سبق أنهم لم يرضوا بما هو أقل. وها أنا أقول الآن وأنا في أصحاب المشايخ، أنا الآن فيهم وكلامي سيسمعونه وسيعرض على كثير منهم، هذا الكلام باطل لا يجوز، ومن قاله فإنما جنى على نفسه، عن الذي يتهم الشيخ يحيى بذلك. وهكذا أيضا قول من قال عن دعوة دعا به الشيخ يحيى: دعوة كذا، يعني البغي، ما تهز كعبة. هذه وقاحة، هذه وقاحة من ذات الرجل، وأنا أقولها الآن وأنا في أوساط أصحاب المشايخ وسيسمعها كثير منهم، هذه وقاحة، ويقولها كثير من المنصفين وقد سمعنا منهم إنكارها. فلما التلبيس على الناس بأن من مع المشايخ يرضون بمثل هذه التجاوزات في الشيخ يحيى؟ أو كذلك من كتب رسالة بأن الشيخ يحيى جاسوس، هذا طعن في النيات، طعن في نية الشيخ يحيى وتدخل في أسرار القلوب وغير ذلك، هذا لا يرضى به عاقل، لا يرضى به المشايخ ولا من دون المشايخ، ومن كتبه فإنما يمثل نفسه. فهل عندكم أيضا أنتم من الجرأة ما تتنكرون به للطعن في المشايخ؟ على كل حال، هذا بالنسبة لطرف المشايخ وموقفهم من كتابات من هو دونهم. طيب، لننظر الآن في تعامل الشيخ يحيى مع هذه القضية، أكان يوقف أصحابه أم يشجعهم؟ إن من له اطلاع على هذه الفتنة يعلم أن الشيخ يحيى أرشده الله شجع أصحابه وجرأهم على العلماء فضلا عن غيرهم، ولن نفتري عليه، ما سنذكر إلا كلامه. سأسوق لك أيها الأخ الكريم شيئا من كلام الشيخ يحيى في تشجيعه لهؤلاء وسماحه لهم، وكنت واحدا منهم، ووالله ما كان بنا حاجة إلى ذكر مثل ذلك في هذه الأوقات، إلا أننا لما سمعنا من يغلط أو يغالط في أن يقول يعني المشايخ فعلوا والمشايخ فعلوا، وكأن الشيخ يحيى ما سمح لأصحابه بذلك، أحببنا أن نورد بعض المقاطع من كلامه. يقول الشيخ يحيى وفقنا الله وإياه في سياق ربه على الشيخ عبد الله البخاري وفقه الله: أخبطوه وأهينوه، أخبطوه وأهينوه، إي والله هو أو غيره، انتهى كلامه. انظر، ليس فقط ردوا عليه، لا، أخبطوه وأهينوه، ثم يؤيد ذلك باليمين، ثم يقول هو أو غيره. وقال أيضا في سياق رده على الشيخ عبيد وجماعة من المشايخ: والله لأصرخ عليهم صراخا، أنا وجميع طلاب العلم في اليمن أصرخ عليهم. انظر، أنا وجميع طلاب العلم في اليمن، يعني يفتح الباب لهم، أصرخ عليهم، يدوي عليهم الصراخ في كل قرية، والله لا يدوي عليهم الصراخ في كل قرية، وما هو على مستوى المدن. ومرة ونحن في الدرس قال الشيخ يحيى عن الشيخ عبيد: فيه ولد يلعب بالشارع يقول عبيد مجنون، عبيد مجنون، عبيد مجنون. ثم ضحك الشيخ يحيى وضحكنا وأستغفر الله، يعني كأن الشيخ يفتح المجال حتى للصغار للأولاد: عبيد مجنون، عبيد مجنون. وقال الشيخ يحيى أيضا مرة في شريط نصيحة الأحباب: أما نحن قد بينا ما نراه يكفي والحمد لله، ومن له ملزمة أو شريط أو ما إلى ذلك يرى أنه يقربه إلى الله ينشره، ولا سيما وأنا أطلع عليه، ولا سيما وأنا أطلع عليه. والعجيب
أن الشيخ يحيى وفقه الله في نفس الشريط هذا نصيحة الأحباب يقول للمشايخ: أنتم استريحوا، اهدأوا، هدئوا بالكم، أقبلوا على الدروس، علموا طلابكم، اشغلوا الناس بما ينفعهم، لا تقهموا أنفسكم في أنكم تدخلون في فتنة من استشرف لها تستشرف. سبحان الله، المشايخ يطلب منهم أن يهدأوا، وسيأتي أنه يعني هددهم لو تكلموا أو دافعوا، ونحن الطلاب يقول لنا الذي عنده ملزمة أو شريط ويرى أنه يقرب إلى الله فلينشر. وقال مرة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أما الآن فابطحوه. صحيح، أهل السنة ابطحوه. وقال: والله نخبطكم، والله نفضحكم بين الناس. وسيأتي بقية كلام هذا: والله نفضحكم بين الناس. وقال عن الشيخ محمد بن هادي المدخلي: فلهذا سمحت للأخ نجيب أن يدقك بهذه القصيدة. انظر معنى هذا، أن ما كان يلقى من القصائد وما يخرج من الملازم هو بسماح الشيخ، وربما بعدها عدة دقات لنعرفك قدر نفسك. ثم قال: والدقات الموعودة لا بد منها، الدقات التي بعدها لا بد منها إن شاء الله، تأديبا لمحمد، يعني للشيخ محمد بن هادي، تأديبا لمحمد، عدم مبالاة به حتى يؤوب إلى رشده. وقال الشيخ أيضا للطلاب: مسموح لكم في عبد الرحمن، مسموح لكم في عبد الله مرعي. ثم عدد جماعة، ثم قال: اخبطوهم بالبرهان شعرا ونثرا، والذي يريد يعترض نقول له: أنت ما تتدخل يا أخي. إلى قوله: قد أعطيناهم العين الحمراء، والله هم أو غيرهم أننا نخبطهم، ومن ثار ثار من قريب أو بعيد. انظر، اخبطوهم. وأما قول الشيخ بالبرهان شعرا ونثرا، فهذه الكلمة دائما نحن نستخدمها بالبرهان بالحجة، لكن لو استمعت إلى بعض الأشعار لعلمت ما معنى البرهان هنا. وأنا أنصح بالرجوع إلى قصيدة كتب ألقاها رجل تهامي باللهجة التهامية، لتعرف قدر البرهان الذي يذكر هنا والذي كان يلقى على رأس الشيخ. ألقى رجل تهامي قصيدة باللهجة التهامية، مطلعها: عبد الرحمن قال أنا شبطر وشثر عن وتعنتر. عبد الرحمن قال أنا شبطر وشثر عن، يعني سأعمل مثل فرعون، فرعن سأتفرعا وتعنتر، وعلم نعمة شتكبر، إلى أن قال فيها طبعا، والشيخ يحيى يضحك، وقال له بعد أبيات: أعد أعد طيبة أعدها، وأعاد هذه الأبيات، إلى أن قال: بالله عليك يا عمر، حمل لهم المحر وسوقهم بالمهر أو بالمهير كما تسوق بقر، كما تسوق بقر. فقال له الشيخ: إيش هو المهر أو المهير؟ فقال: هذا العصا الذي نسوق به البقر. فضحك الشيخ يحيى وضحكنا وأستغفر الله. وهناك قصيدة أخرى يقول صاحبها: فذاك ابن مرعي يسوق اللئام كسوق الحمير وسوق البقر. هذه البراهين أيها الإخوة، فذاك ابن مرعي يسوق اللئام كسوق الحمير وسوق البقر. هكذا يقال عن المشايخ وطلبة العلم وغير ذلك. قد تقول: هو ما يقصد حتى المشايخ؟ فالجواب أن المشايخ قد اعتبرهم الشيخ مدفدفين مسوقين بعد ابن مرعي، كما سيأتي إن شاء الله. وقال الشيخ في رد على الشيخ الإمام: هذا رد على شريط محمد الإمام التمييعي الذي صدر قريبا. قال: ولا أحب أن يرد عليهم أحد غيري حتى آذن لكم. انظر قوله: حتى آذن لكم، يعني أن ما صدر بعد ذلك فهو بإذن. قال: لا بقصيدة ولا بكلام، خلوه، من تكلم أو من كذا خلوه لي حتى آذن لكم أنا. بل سمح بالرد على الشيخ ربيع، كان قد منع من ذلك ثم سمح، فقال مرة للشيخ ربيع: وبعدي ألوف الرجال، وبعدي ألوف الرجال، والله الحمد لله كلهم على سنة، إذا قلت كلمة سيقولون أكثر منها، والله أنا جاثم على صدورهم الآن عن الردود. ثم بعد هذا فتح الباب بقوله للشيخ ربيع في شريط له: سأرد عليك وربي،
وربما أرد بدل رسالتك رسالتين، ويخبطك طلاب العلم من كل حدب شعرا ونثرا ما هم متهيبين. انظر، ويخبطك طلاب العلم من كل حدب شعرا ونثرا ما هم متهيبين. وقال الشيخ أيضا: أين أخونا يوسف الجزائري؟ قولوا له ينشر رسالته، طيبة فيها كلام طيب، ينشرها على الإنترنت قبل الطبع، هو يريد طبعها يعني، فلينشرها قبل أن تطبع. ثم قال الشيخ: والذي يقول وقفها يعتبر فاسق. هكذا قال الشيخ، والصواب لغويا فاسقا. والذي يقول وقفها يعتبر فاسق، أنا أعتبره فاسقا وفضولا. سبحان الله، انظر إلى هذا الكلام يا شيخ يحيى. الذي يقول بتوقيف ملزمة أخينا يوسف يعتبر فاسقا، من الفسق أن يقول بذلك إذا رأى المصلحة في هذا، وإذا رأى أن هذه الملازم يعني سببت شرا على الناس. الله المستعان، الله المستعان. الشاهد أيها الإخوة، هذا موقف الشيخ يحيى وذاك موقف المشايخ. فبالله عليكم، من الذي يأذن بالطعن في أهل الأثر؟ أيها الإخوة، بما أن المجلس قد طال والله المستعان، فأرى أن نترك النوع الثاني وهو ما يتعلق بكلام المشايخ بعضهم في بعض إلى مجلس لاحق نلحقه بهذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة أهل السنة على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.